بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قد تعرفنا في الشهر السابق حول تطبيق منع الإعلانات بلوك آد. اليوم سوف نتعرف على تطبيق جميل جدا ورائع، وهو تنظيف وتسريع وتبريد الهاتف، وكذلك الحماية والفحص من التطبيقات الخبيثة، وهو برنامج رائع جدا أو تطبيق رائع جدا لا يمكن الاستغناء عنه، ويجب استخدامه دائما على الهاتف الخاص بنا حتى وإن كان يصل إلى بعض الخصائص التي لا يجب الوصول إليها، ولكن من الضروري استخدامها. يمكن تثبيت هذا البرنامج من أو البحث على كلينر أو كلين ماستر من جوجل بلاي. نذهب إلى جوجل بلاي ثم نبحث على كلين ماستر. بعد وجود كلين ماستر نجد أن كلين ماستر هو برنامج خاص بالتنظيف كما قلنا. التنزيلات 1 مليار، هو برنامج مشهور جدا، برنامج يمكن استخدامه مجاني أو تطبيق كما قلت، تطبيق يمكن استخدامه مجاني أو يمكن شراؤه. نذهب ونقوم بتثبيت هذا التطبيق كي نتعرف عليه عن قرب. نضغط تثبيت، ننتظر حتى ينتهي من تنزيل أو التثبيت. ليس كبير جدا، وهو 9 أو 19 ميجا بايت. ننتظر حتى يقوم بالتنزيل. تنزيل التطبيق، لدينا هنا خلفية رائعة جميلة جدا متمثلة في رعد وبرق، ولكنها خلفية صامتة. المهم ننتظر حتى ينتهي التطبيق من التنزيل كي نتعرف عليه عن قرب. سوف لا يتأخر إن شاء الله في التثبيت. نبدأ الكثير، لم يبقى الكثير، أعتذر، 70%. ننتظر حتى ينتهي من التثبيت. يمكنك الحصول على هذه الخلفية من جوجل بلاي، تضع المكتب خلفيات متحركة وإن شاء الله سوف تجد خلفية رائعة جميلة جدا. نفتح بعد ما تم تثبيت التطبيق كلين ماستر أو السيد كما ذكر أو كما أعطوه اسم. نفتح هذا التطبيق، يبدأ التطبيق إن شاء الله في العمل. بعد تثبيته يطلب منا البدء، نضغط على ابدأ. يفتح لدينا البرنامج، يطلب منا التنظيف. قد أداء قد قام بتثبيت أداة تحسين الأداء، سوف نتطرق عليها أو نتطرق إليها فيما بعد. نضغط إلى أو نضغط كما قلت، نضغط على تنظيف. يقوم أو يطلب منا منح بعض الصلاحيات، نقوم بمنحه بعض الصلاحيات. الآن يقوم بتنظيف الجهاز الخاص بنا، نضغط تنظيف مخلفات، تم التنظيف. نعود إلى الخلف، إذا نضغط إلى الزيت هنا كي نفحص الجهاز أو الهاتف الخاص بنا من الفيروسات، يقوم بالفحص. قام بفحص الفيروسات، هو يطلب مني حماية، هنا يطلب مني حماية الرسائل بكلمة سر. لو ضغط يريد حماية كل هاته التطبيقات الخاصة بالرسائل النصية وغيرها والمكالمات، لو ضغط حماية سوف يطلب مني وضع كلمة سر، وهو أمر اختياري بالنسبة للأشخاص إن أراد حماية
الرسائل النصية أو المكالمات بكلمة سر يمكن أن أفعل ذلك، أنا لا أريد ذلك، أعود إلى الخلف، بعد أعود إلى الخلف، يمكنني إغلاق هذه النافذة. يوجد به الكثير من الخصائص مثل التصفح الآمن وغيره من الخصائص الأخرى الخاصة بهذا التطبيق، وهي يوجد تطبيقات مجانية أو خصائص مجانية وخصائص غير مجانية، يمكنك تثبيت التطبيق على الهاتف الخاص بك والتعرف عليه عن قرب. لدينا هنا تسريع الهاتف، نضغط في نقوم بتسريع الهاتف وهو يقوم هذا البرنامج أو هذا التطبيق بغلق البرامج أو التطبيقات التي تعمل في الخلفية، مثل هذه البرامج يمكن أن يقوم بأداء وتحسين عملها أو تعزيزها كما ذكر في الأسفل. لا أريد أن يذهب إلى التطبيق الخاص بمنع الإعلانات، أضغط تعزيز، يقوم الآن بتعزيز وتسريع وتفريغ المساحة، قام الآن بتعزيز وتفريغ المساحة. كذلك لدينا كما ذكرت تمكين الهاتف من ثم التنظيف، كما قلت يمكن التعرف على هذا البرنامج أو عن برنامج ناصر عن قرب. لدينا التحسين، نفتح أداة التحسين، فتحت لدينا أداة التحسين، هي ليس بها أي أداة أو خيارات أو إعدادات، نضغط عليها يفتح ثم يقوم بالتنظيف وبعد التنظيف يعود الغلق. وهكذا قد تعرفنا على التطبيق الخاص بتنظيف الهاتف الخاص بنا. أقول لكم شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.